وليداتي الاخرين كاينين 10 من المايا يا زغتي وزوجت السنوات كنتغلط انا الاصليب بوحدو وكنمشي عندو وكيشوف فيا وكنشوف فيك هانتي شوفي اختي وانتو كي دايرين دوري اشرب دابا لا مدخلش عندو انا راجل اختي معاولة على ولدي كازير فطاك مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. مشاهدينا الكرام تلقي اتصال من عند الأم ديال أشرف. مشاهدينا الكرام هذه قصة للعبرة. الهدف الأسمى في الموضوع أننا نستفيد من بعض الأخطاء للثمن كيدفعهم الوالدين في الأخير. مشاهدينا الكرام أشرف شاب طموح شاب جميل عنده واحد المسار زوين، ولكن رفقة السوء الناتج في الأخير كيكون صعب. نشوف الموضوع مع الأم أشرف. هو الموضوع عاودي لي شكون هو أشرف. أشرف ولدي، ولدي أشرف تحكم لي بعشر سنين، ولدي مربياه مخلقاه ما خاصو حتى شي خير، ودير لي سونتر دير لي حيق لعقا دير جوج ديبلوماس، واليوم أشرف أنا خدام عليه في الحمام مكرفص على ولدي معذب على ولدي. ها هو أشرف، ها هو أشرف، واليوم أشرف مشى ليا بعشر سنين عشرة سنوات، والدري ما بغيتوش يمشي ليا بعشر سنين، ولدي تقصحت عليا، والله يرحم ليكم الوالدين، أنا أم وحسوا بيا وشوفوا فيا، وكنطلب منكم هاد الوليد الجمعية ومحكمة الاستئناف، الله يرحم ليكم الوالدين لما شوفوا فيا، وعند الرئيس اللي غيدوز عدو تويحن فيه الله يجازيكم بخير الله يرحم لكم الوالدين. انا راه 10 سنين قاصحه عليا وانا مكرفص على ولدي وما حنا على ولدي واشرف ولدي. غدا ولا بس غدا قال لي ماما غادي نكبر وغادي نخدم عليك ونعوض لك ماما كل شيء، واليوم عشرة مشى ليا ب 10 سنين تعذبت على اشرف وما حنا عليه وقت كنحك عليه في حنا وانت بس غادا تروح تشوف فيا شوف هذاك الدري وحن في اشرف. اشرف راه مت ولا قبلو وعشت ولا قبلو وعشر سنين اخويا واش غيلقاني ولا ما غيلقانيش. انت انت ما عندكم الوالدين وحسوا بي، انت ما عندكم الوليدات، وكنطلب من الله والمليك وسيدنا ويشوف هاد الوليد وزير العام الله يحن فيكم وحن فيا، وكنطلب محكمة الاستئناف الله يرحم لكم الوالدين. عشرة سنوات كيفاش هاد الدري غيخرج والدري غندوز للصوابع ما مدوزتش حاجة نعرف لكم ازاي ما عندوش، واليوم عشرة تعطات علي عشرة سنين راه ضريت في صحتي راني تعذبت عليه وتكرفس عليه، والله يجازيكم بخير لما شوفوا فات الوليد وحنا في الله يرحم لكم الوالدين. عشرة سنين تعذبت على أشرف وتكرفس عليه، ولدي ما خليت في ديته ولدي تكرفس عليه، ولدي ديت الزونتر درت له علاقة بغيت ولدي يقرا بغيت أي حاجة يديرها ما خلى في نمشي أي بلاصة اللي طلب لي عليها كديه ليها، واليوم ولدي 10 سنين وأنا تعذبت على هاد الوليد وشوفوا من حالي والناس وسيدنا وكل عام أي واحد اللي شاف هاد الوليد يحل فيه محكمة السينما وهاد الرئيس اللي غيعدو عزيزو يدوز عندو يخفف على ولدي هاد الحكم الله يرحم لكم الوالدين. هادشي اللي كنطلب منكم والله يحفظكم الله يجازيكم بخير. مشاهدينا الكرام مشاهدينا الكرام انا خليت الام تروي الطريقه ديال الام كتناقش، هذه ام ولكن الوقائع امور اخرى. اشرف متابع بجنايه فيها المخدرات فيها السرقه ماشي بوحدو، هناك ضحايا ملف صعب. لما نرى الام تستفيض وتروي وهي كتبكي وكتعود القصه، هذه ام لما نقول قصه للعبره. السؤال المطروح هو الوقايه خير من العلاج؟ طريقه التربيه والاهتمام بالابناء في الوقت الثالث من غير المدرسه، افتقدنا كثيرا لدور الشباب اللي فيهم افاده. هذاك الوقت الثالث رفقة السوء اللي كان مع واحد له صوابق مشى معاه مطروح عنصره الليل، ما يمكنش نسمعوا هذا الكلام ولكن نهملوا الوقائع اللي هي حقيقيه في الموضوع. المحاضر فيها امور صعبه وخطيره.
غادي نتلاقى انا وصاحبي، غادي نخرجوا في الليل الدارجه المغربيه نكريسيو ونديروا في الكواريت. شكون اللي غيدفع الثمن في الاخر؟ هي الام. لا يمكن مناقشه القضاء، القضاء دار خدمته، والحكم الابتدائي من الطبيعي جدا انه المشرع لما وضع القانون اعطانا مراحل ديال التقاضي. ممكن ان تكون وجهه نظر في الحكم الابتدائي وبقى مرحله استئناف وبقي النقد، ولكن هذه قصه للعبره. غنشوف الموضوع مع الخاله ديال اشرف اللي هو عينيها كتبكي. كيفاش شفتي هذا الملف خويا؟ الملف هاد 10 سنين تفاجئنا بها. حنا الدري مربي مزيان، انا راه خالته كيجي عندي كيمشي هنا خدام على ميمته، مره كيخدم مره ما كيخدمش. ملي مشى الاصلاحيه دوز عام وشهر، كنتسناو في الحكم ديالو امتى؟ عام وشهر داز علينا طويله، كنتسناو امتى نسمعوا الحكم ديالو باش نرتاح. تتفاجئنا بها طو 10 سنين، 10 سنين قاصحه. كنتمنى من مشاهدينا الكرام تشوفوا التصريح ديالهم والكلام ديالهم، اثنان لا يلتقيان، العاطفه والتنظيم. هذه العاطفه الكبده كتكلم، ولكن كاين اسئله تطرح. اي عنصر مجرد يكون هو ضحيه بعض السلوكيات، واش غادي يكون بهذه الطريقه؟ غادي يطلب انه القانون ياخذ المجرى ديالو. القانون ما تيظلم حد، ولكن 10 سنوات هنا كيتطرح سؤال، كيفاش غادي يخرج هذا الدري؟ ونتمنى ان حتى المؤسسات السجنيه يكون فيها نفس المصطلح اللي هو في العنوان، اصلاح والتهذيب. فعلى الاقل هذا الوليد هذا يقرا وبقى المرحلة الاستئناف لأنه ماشي حكم نهائي. نتمنى أن يكون خيرا. العائلة كتعيش على قد الحال، الأم خدامة في حمام كتضرب تمارة وكترس على بنات عباد الله خارج المغربية. هذا الفراغ ديال الولد، اللقاء ديالو بصديق، خديتو قرار، خرجتو للشارع، دخلتو في الجنايات. الأم كيدير خدمته، النيابة العامة كدير خدمتها، قاضي التحقيق كيدير خدمته، القضاء الجليس كيدير خدمته. من يدفع الثمن في الأخير؟ هي العائلة. هاد الأم كيفاش غادي دير؟ حتى قد ما بقيت نتكلم غنساليش، كيفاش غادير هاد القفة اللي غتلقى غدا 10 سنوات؟ ها المعاناة ديال الأم. ما يهمني أكثر والله العظيم في مثل هاد القصص، قصص للعبرة، مراجعة الأوراق مع الأبناء، لأنهم الأبناء هم الأساس. يجب البحث بدقة أين هي مكامن الخلل في المراحل ديال النمو ديال داك الشاب. واش الامور ديالو غدا مزيان ولا هو ليس على ما يرام، ولا بعض رفقاء السوء حتى لا يقع اي مغربي يوما ما في المحضور. مشاهدينا الكرام هذه هي القصه ديال هذه الام. الله يسمح لنا من الوالدين، من الطبيعي واحتراما لها ان مجموعه من الاسئله نناقشها مع الراي العام، ما نقدرش نوجهها لها هي، لان هي ام وهذه خاله وهذا الوليد هو اللي عندهم. شاب جميل اه، ولكن نوعيه الاخطاء صعبة. الرجولة ماشي هي أنني نمشي في السجن، إذا مشيت للسجن أنا راه راجل. الرجولة هو كيفاش أنت تكون إنسان صالح وسط المجتمع، وتقرأ ودير مجهود وتبحث وتخدم، وتكون واحد الإنسان اللي لك دور في المجتمع وكتشرف بعائلتك. رسالتي كما قلت حتى لا أطيل عليكم، المغاربة اللي عنده شي وليدات يحاول ما أمكن يراجع الأوراق ديالو معهم حتى لا يقع يوما ما في المحضور. مشاهدينا الكرام مرة أخرى نداء الجمعيات الحقوقية وكذلك السادة المحامون حتى تبرد هذه الأم. 10 سنوات حكم ليس بالأمر الهين ولا يمكن، هذه قناعة شخصية، مناقشة هذا الحكم. القضاء هو صاحب القرار. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.